هاي، انا الي وبالفيديو تبع اليوم رح نجرب نلخص شو صار باخر نهارين، لانه صار في جنون كتير على سعر البيتكوين يلي طلع لل 11000 ورجع هلا نزل تقريبا ليصير حقه 9500. انا طلبت كمان من نايف يكون معنا بهذا الفيديو كرمال يقدر يفسر لنا اكثر الشارت تبع البيتكوين. اهلا نايف، كيفك؟ أهلاً إلي، شكراً. يشرفني والله أكون معك اليوم، وأهلاً بالجميع. إن شاء الله راح أتكلم فيه بإذن الله عن البيتكوين واللي الأكشن اللي صار أمس وسبب ارتباك عند الأكثرية. شكراً. أنا بدي أحب أرجع أذكركم أنه نايف وأنا عم نشارككم رأينا الخاص وتحليلاتنا الخاصة، ومنهم هنن نصيحة أنتوا تعملوا انفستمنت أو لا، بس نحن رح نخبركم كيف نحن عم نشوف القصص وكيف معقولة نساعدكم بقراراتكم. لكن مثل ما فينا نشوف، إذا بنروح هون على الشارت تبع البيتكوين فينا نشوف أنه وصل حقه ل 11000 11400 تقريبا، ورجع نزل بظرف ساعة ل 9700، وهيدا شيء بالنسبة لي أنا كثير لوجيكال، لأنه يلي لازم تحطوه براسكم أنه مش كل العالم يلي فادت بالبيتكوين فادت من شهر وشهرين، والأشخاص يلي اشتروا، إذا بنرجع من نذاكر هذا الشارت، يلي اشتروا من اول هالسنة هن اشتروا تقريبا على $1000. يعني تصوروا هيدا الشخص لما اشترى واحد بيتكوين باول هالسنة، هلا صار عامل 10 مرات الربح يلي من القيمة اللي هو حاططها اول شيء. يعني بألف عامل 10000، يعني اكيد هيدا الشخص لما يشوف وصل حق البيتكوين ل 11000 اكيد رح يروح يبيعه، وهيدا الشيء اللي عم نشوفه هون. ودائما باي كوين مش بس البيتكوين، لما نشوف انه هيدا الكوين عم بيعلى كتير، يعني اكتر من 20% من حقه بظرف نهار، دايما عم نشوف تاني نهار انه حقه عم بيرجع ينزل، لانه من الطبيعي انه العالم ياخدوا ربحهم. وهي الشغلة انا ونايف كنا عم نحكي عنها، انه نحنا دايما لما نشوف انه الكوين عالي كتير من حقه بناخد ارباحنا، ولو كانت 20 او 30% من الربح، لانه بالنهاية بالكريبتو كارنسي والبيتكوين ما في شيء اكيد. يعني ما فينا نحن نكون مؤكدين انه هذا الحق رح يضل يطلع او امتين رح يوقف يطلع او رح يبلش ينزل. كرمال هيك نحن لازم على كل فترة ناخد شوي من ارباحنا كرمال نتأكد انه نحن عم نشيل نحط مصاري على جنب. شغلة تانية، كان في كثير منكم عم يسألوني هل على سعر 10000 لازم اشتري او لا. اول شغلة، اكيد اذا بدكم تاخدوا مثلا المصاري اللي عندكم اياهم، تصوروا $1000 وتحطوهم كلياتكم على هيدا السعر، رح لكم اوعى تعملوا هذا الشيء، لانه خطره. ودائما لما نوصل على اول تايم هاي كثير خطير نفوت بعمله، لازم نحن ننطر انه هالعمله كرمال تنزل شوي كرمال نقدر نشتريها. بس في كثير منكم عم بيقولوا لي انا مش دائما بتابع وما في اعرف امتين رح يوصل لاعلى شيء وامتين رح يوصل لاوطى شيء، وانا كمان مثلكم، كمان ما حدا عم بيعرف امتين البيتكوين عم يوصل لاعلى شيء ولا قديش رح ينزل. كرمال هيك في شيء اسمه دولار كوتش افرجينج، وانا هاي النصيحه اللي رح اعطيها لكل العالم. اي شخص حابب يفوت بالبيتكوين، ما ضروري يقول اذا انا بفوت اليوم او بكره او بعد جمعه او رح انطر كرمال ينزل، بركي سعره بحياته ما ينزل، وهذا الشيء ما حدا في اكدكم اياه. كرمال هيك لازم تعملوا شيء اسمه دولار كوتش افرجينج. شو يعني؟ نحن مثلا اي شخص بيقول لي انا بدي فوت ب $500، كتير منيح. هاي $500 لازم يقسمها على مدة شهر، على مدة شهر من هالخمسمية بحط صوره $50 كل نهارين، يعني تقريبا هو على 20 نهار، نهار ايه نهار لا، حط $50 قدر ياخد كل اسعار البيتكوين. حتى نعطي مثل، تصوروا انا قررت فوت هون على سعر البيتكوين كان حقه 8000، حطيت هون شوية مصاري 8000، اشتريت على 8400، اشتريت على 9000، اشتريت على 9500، 10000، ورجعت اشتريت على 9000. اذا بنعمل المجموع تبع كل هدول بنحس انه البروبابيليتي انه هذا الشخص يشتري على محل معين كانت خطرة اكتر من انه هو يشتري على مدى طويل، لانه بهذا الشكل عم بياخد الهاي الاول تايم هاي، بلكي اشترى على 10000، بس كمان عم يرجع بيشتري لما هون نزل لل 9000. واذا بنعمل جمع تبع هدول الايام، العشر ايام يلي هو اشتريهم، بيطلع انه امن اكتر مما انه يشتري من مرة واحدة. وثاني شغلة كتير مهمة، ما بنكون فوكسين على سعر واحد، يعني اللي اشترى على 9500 كل ما ينزل تحت ال 9000 رح يزعل، وكل ما يطلع فوق ال 9000 رح يتحمس، بينما اذا هو شاري
على مده معينه هيك في يكون اكيد انه هو ما عنده براسه سعر معين وبيعرف انه استفاد من كل الاسعار، لما عالي البيتكوين قدر يشتري ولما نزل قدر يشتري، وهيك ما بيندم انه هو عم بينطر تنزل سعر البيتكوين وسعر البيتكوين ما نزل، او هو اشترى هلا وسعر البيتكوين رجع نزل بعدين. لكن انا هاي الاستراتيجية اللي انا شخصيا مستعملها قبل ما افوت باي عملة، ان كان بيتكوين او كان غيرها من العملات. شغلة تانية اللي بدي احكي عنها هي، شفنا هون بالاخبار انه تشاينا معقولة تمنع الاو تي سي. شو يعني او تي سي؟ يعني اوفر ذا كاونتر. انتم مثلنا اليوم بتعرفوا في طريقتين كرمال اي شخص يقدر يشتري بيتكوين، يا بيروح على الاكسشينج وبيشتري من الاكسشينج، او في يروح مثلا على لوكال بيتكوين ويشتري من لوكال بيتكوين. هلا اذا راح على الاكسشينج واشترى من الاكسشينج اكيد كل ما صار في طلب اكثر كل ما راح يزيد السعر، بينما اذا راح على لوكال بيتكوين واشترى بما انه منه على الاكسشينج سعر البيتكوين مش راح يتاثر. اليوم مين اكثر شيء عم بيساعد انه لوكال بيتكوين يشتغل؟ هن الماينرز. لما فكر فيها اليوم مين بيخلق المصاري؟ ماينرز، يعني هن لما يعملوا ماينينج عم بيطلع لهم بيتكوين، بس هدول الماينرز عايزين يدفعوا كهرباء، عايزين يدفعوا الاكويبمنت تبولاتهم، والاكويبمنت تبولاتهم والكهرباء مش دايما فيهم يدفعوهم بالبيتكوين، كرمال هيك هن عايزين يروحوا يبيعوا الكوين تبولاتهم يلي هن طلعوهم من الماينينج كرمال يقدروا يتمولوا، ما ضروري يبيعوهم كلهم بس عم يبيعوا شقفه منيحه منهم. وبما انه هني عم يبيعون ما عم بيروحوا يبيعون على الاكسشينج، في كثير منهم عم يروحوا يبيعون على الاو تي سي. وانا برايي انه اذا الصين منعت الاو تي سي يعني هي مثل كانه عم تكون عم تقتل المايننج بالصين، لانه اليوم الاكسشينج الصينيه كلياتهم سكروا، يعني الماينرز ما بقى عندهم حل الا ما يروحوا ويبيعون اوفر ذا كاونتر. وكرمال هيك هيدي النيوز اللي خوفت شوي من العالم، وانا سمعت انه في منيح عالم بيعت لانه شافت هيدي الخبرية، ما بفتكر انه هي صحيحة. واخر سؤال حابب جاوب عليه قبل ما نروح مع نايف ونفهم اكتر التشارت والتحليلات تبعولاته، هو هل نحن اليوم اذا سعر البيتكوين عم ينزل لازم نروح نشتري التكوين او لا؟ ورح خبركم شو رأيي. واذا منروح على كوين ماركت كاب فينا نلاحظ ترند انه لما البيتكوين عم ينزل كل الكريبتو كارنسي عم بينزلوا، ان كانوا الالتكوين من توب 10 او كان لما ننزل لتحت. اكيد في كم استثناء بس مش سهل نقدر نلاقي نحنا شو هن الكريبتو كارنسي يلي عم يعملوا استثناء. الشكل الثاني اللي عم نشوفه انه مش كل ما يطلع البيتكوين الالتكوين عم يطلع معه، يعني اليوم خطرة بهيدي الفولاتيليتي الكتير عالية نحنا نروح نحط مصاري بالالتكوين وننطر انه هدول الالتكوين يعلو، لانه اذا البيتكوين نزل الالتكوين رح ينزلوا، بس ما بيعني اذا البيتكوين رجع طلع انه الالتكوين عم يطلعوا معه. اليوم الهيدج احسن شيء هو بيتكوين، ومثل ما فينا نشوف البي تي سي دومينانس يعني نزلت ل 50% من تقريبا 3 ايام اول ما رجع يطلع سعر البيتكوين، اليوم صار ب 56%، وهيدا بدل شوي انه العالم عم تلتجئ للبيتكوين وشوي خايفة من الالتكوين. هيدا كان رأيي للعالم يلي حابة تفوت بالالتكوين اليوم، بما انه في كتير فولاتيليتي شوي خطرة انه انتو تفوتوا بعملة جديدة. الهدج اليوم يا بتضلكم بالبيتكوين يا بتاخدوا شوي من ارباحكم. للعالم يلي حابة تشتري بيتكوين لأول مرة فيكن تعملوا دولار كوست افريجينج، ان كان اليوم او بكرة او لما بتكون، انه انتو على الحالتين النهار يلي رح تبلشوا رح تقدروا تاخدوا الاسعار تبع البيتكوين على الشهر او الشهرين اللي جايين، وهذا بيرجع لكم انتو تقرروا كل قديه بدكم تشتروا بيتكوين كرمال تجمعوهم وتحطوهم عندكم. وهلا رح نروح مع نايف كرمال نفهم اكثر التشارت تبع البيتكوين كيف تغيرت من اخر نهارين لليوم. شكرا الي. بالنسبه للتحليل اليومي للبيتكوين زي ما نشوف هنا الشمعة هذه كانت شمعة يعني فيها حرب، وكانت تقريبا في وقت قصير صارت في 3 أو 4 ساعات حرب بين المشترين والبائعين، هنا البائعين هنا المشترين. السيولة فعلا عالية، ما نقدر نحدد تقريبا الشمعة هذه وش مصيرها بالضبط، ولكن ممكن الشمعة اللي بعدها هنا تحدد وش مصيرها. طبعا الشمعة هذه بقي لها تقريبا 12 ساعة وتكمل الإقفال اليومي. المهم عندنا الآن خط الترند الأحمر هذا يجب عدم كسره عشان ما نرجع نمر على الأرقام هذه نزولا. فلو كسر الترند الأحمر هذا
ممكن نشوف 8975، ممكن نشوف 8200، وممكن نشوف 7000. طبعا كل نقطة هنا لازم يحافظ عليها وما يكسرها بإقفال. أنا أتكلم عن إقفال، يعني شوف الشمعة هذه كيف كسرت التند وبعدين رجع مرة ثانية ولكن أقفل فوق. يعني لازم الشمعة كاملة، وليس بمحتواها كامل ولكن الإقفال للشمعة كاملة. أنت لا تحسب الذيول هنا ولكن احسب إقفال الشمعة. إذا أقفلت تحت الترند الأحمر هذا ممكن نشوف هبوط، ونحدث إن شاء الله عند كل نقطة بإذن الله. المهم عندنا المنطقة هذه 6050 5500، الفرق بينهم تقريبا $500. جدا جدا مهمة المنطقة هذه، لو كسرها ممكن نشوف أرقام سفلية على نماذجنا السابقة عند 4000 وتقريبا 300 و3000 أيضا. الإيجابية عشان نطلع من السلبية هذه كلها، اللي يجب اختراق الرقم باللون الأخضر هذا 11500، اختراقها والإقفال فوق المنطقة هذه بسيولة عالية أعلى من السيولة هذه، هذا شيء مهم جدا. يعني أي اختراق هنا ممكن يوصل 12000، ممكن يوصل حتى 13000 بعدين يرجع مرة ثانية، ترى كل شيء وارد. السيولة هذه لازم تقارنها سيولة ثانية أعلى منها عشان تقدر يخترق المنطقة القوية هذه. هذا على اليومي. بالنسبة على الأسبوعي، وهذا شارت راح يكون معي إن شاء الله، وراح يكون معاكم إن شاء الله في راح أضعه إن شاء الله في القناة، سيبقى معنا إن شاء الله لمدة طويلة لأنه جدا جدا مهم. أنا تعبت في تحضيره. هذه الزوايا زوايا فيبوناتشي، وهذه الخطوط الحمراء تجتمع مع الزوايا في التقاطعات وراح تكون دعوم ومقاومات. زي ما شفنا هنا شارت كان موجود سابقا، زي ما شفنا هنا شمعة الأسبوع هذا ضربت في المقاومة هنا ورجعت مرة ثانية، كانت مقاومة قوية. الآن أي خط أحمر هنا يتم اختراقه يجب الحفاظ عليه وعدم الرجوع له وكسره. ممكن يرجع له يختبره وبعدين يطلع مرة ثانية، هذا جائز ممكن والأغلبية تكون زي كذا، لكن إذا كسر راح يرجع ينزل للنقطة اللي بعدها. نصيحة، عندي ثلاث نصائح اللي صار أمس. يعني الكاش في الوقت الحالي يحاول أنه سوي هولد. بالنسبة للي عنده عملات وربحان فيها، أنا أقترح عليه 50% من الربح تسحبه على جنب، تخليه على جنب للاحتياط. بالنسبة للشخص الخسران، اللي خسران خسارة كبيرة يعني أكثر من 50% من رأس ماله، الله يعوضه، طبعا ماله لا ينتظر. لكن اللي خسران خسائر 5-10% 20% يحاول يسحب سيولة على جنب الحالات الطارئة. ممكن نفس العملة اللي شرّ فيها ينقص السعر أقل من مشتراه يعني بشيء كبير، فيحاول يدخل المبلغ الباقي عنده عشان يسوي تعديل للسعر. طبعا ما يدخل أي نزول، لا يعني العملة ممكن تنزل 5-10%، لا يصبر. لكن لو نزلت مثلا نزول قوي زي ما شفنا بعض العملات أمس في لحظات نزلت نزول يعني ممكن حتى أكثر من 50%، إذا نزلت أكثر من 50% هنا نقول له فعلا طريقتك صحيحة في الدخول. هذا أكبر خطأ يقع فيه أكثر الناس، تدخل بعد ما ينزل أكثر أو يسوي خسارة أكثر من 50%، تدخل راح يتعدل عندك إن شاء الله سعر العملة، وبعدها تنتظر اللي إن شاء الله يتعدل السعر، وإن شاء الله الله يعوض الجميع. النقاط مهمة للمتابعة، أتمنى أن أفدتكم إن شاء الله بشيء جميل اليوم، وشاكر متابعتكم، والله يرزقنا إن شاء الله جميعا. شكرا. شكرا نايف، لكن هيدا كان كل شيء لليوم. بليز خبروني تحت بالكومنت انتو شو رأيكم، شو استراتيجية اللي استعملتوها، هل انتو عم تعملوا دولار كوست افريجينج، هل عم تحطوا مصرياتكم بالالتكوين، او انتو عم تعملوا هيدج على البيتكوين. تانكيو لكم.